بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة ظاهرة تبلد الإحساس مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعيش في هذه الأيام ولا شك حالاً عظيمة وكرباً شديداً وتسلطاً من الأعداء كبيرة. وإذا تلفت في المسلمين وجدت الحالة لا تبعث على السرور مما أصابهم من التردي في كثير من الأحوال. ولولا حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، إذن لقلنا لا فرج، ولكن الله رحيم يأتي بالفرج، والناس فيهم رجاء وفي المسلمين خير، لكنه يحتاج إلى بعث. ولا بد من العلاج لهذه الحالة، ومن أمراضنا التي تحتاج إلى علاج تبلد الإحساس. بعد كثير من المسلمين عن دينهم، وأصابتنا الذلة لما تركنا الجهاد في سبيل الله وتبايعنا بالعينة وتعاملنا بالربا ورضينا بالزرع، فسلط الله ذلاً لن ينزعه حتى نرجع إلى ديننا. وأصبح الحال كما قال الشاعر: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وشغلك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. لقد مات عند الكثير من الناس الشعور بالذنب، مات عندهم الشعور بالتقصير، حتى ظن الكثير منهم أنهم على خير عظيم، بل ربما لم يرد على خاطره أصلاً أنه مقصر في أمور دينه. فبمجرد قيامه ببعض الأركان والواجبات ظن نفسه قد حاز الإسلام كله، وأن الجنة تنتظره، ونسي هذا المسكين مئات الذنوب والمعاصي التي يرتكبها صباحاً ومساءً، من غيبة وبهتان ونظر لحرام وشرب لحرام واستماع لحرام ولعب بالحرام وأكل للحرام وترك لواجب وفعل لمحرم وتأخر عن فريضة وتهاون في حكم، وهكذا من المعاصي والمخالفات التي استهانوا بها والتي تكون سبباً للهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة، فضلاً عن الكبائر والموبقات والفواحش والرشوة والسرقة والعقوق والكذب وقطع الأرحام والخيانة والغش والغدر وغير ذلك. إن هؤلاء المساكين الغافلين السادرين في غيهم قد أغلقت المادة أعينهم وألهتهم الحياة الدنيا عن حقيقة مآلهم، وإذا استمروا على ما هم فيه فلا بد من حصول الندم إذا لم يتوبوا إلى ربهم ولم يفيقوا من غفلتهم، فإن العذاب ينتظر. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. تبلد الإحساس ظاهرة عجيبة، التبلد نقيض التجلد، إنه ذل واستكانة. قال الفيروزابادي: التبلد ضد التجلد، وكذا قال ابن منظور: والإحساس العلم بالحواس، وفي لسان العرب: بليد الحس ميت.
وفي قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل قال البيضاوي ينيمكم ويراقبكم، سمي النوم وفاة لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس. هناك أناس عاشوا بحياة فيها أكل وشرب لكن قلوبهم ميتة، الإحساس بالذنب، الإحساس بالتقصير غير موجود، الإحساس بما يصيب المسلمين مفقود، وهكذا تجد القلوب قاسية. إن لهذا التبلد في الإحساس مظاهر، ومنها ما ذكره الله تعالى فيما عاتب فيه المؤمنين فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. استبطأ الله قلوب المؤمنين فعاتبهم بهذه الآية، وهكذا قسوة القلب بطول الأمد وبعد العهد من النبوة والعبادة والرسالة. أيها الإخوة، إن هذه الغفلة المستحكمة والمسيطرة اليوم على الحال لا بد من علاجها، لا بد من زوالها. إن هنالك بعدا عن الدين، تبلد إحساس ضد تبلد إحساس يعيشه البعض في عالم المنكرات والمحرمات يعيشون فيه، ترك الواجبات يعيشون فيه، كثرة رؤية المنكرات يسلب القلب نور التمييز وقوة الإنكار. المنكرات إذا كثرت على القلب لم يعد ينكرها هذا التبرج وهذا الاختلاط وهذا الغناء وهذا الفحش وهذه الدعارة الفضائية. إن الخوف كل الخوف، أن ينسلخ من القلوب كره المعصية وقبحها، لأن المعاصي إذا توالت على النفوس أنستها وألفتها وعاشت معها وتعايشت معها. والواجب على كل مسلم ومسلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا، رواه أبو داود وهو حديث حسن. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ما حال شبابنا بناتنا؟ ما حال أسواقنا؟ ما حال بيوتنا يا عباد الله؟ هذا التبلد في الإحساس الذي أصابنا حتى لم نعد ننكر كثيرا من المنكرات، كثير من المنكرات منتشرة متفشية موجودة لا تجد من يقاومها ولا من ينكرها، حتى النصيحة حتى الدعوة قد خفت عند الكثيرين، شغل بالتجارة، شغل بالوظائف، شغل بالدنيا، هكذا. إذن الأمور نوم، طعام، أكل، ثم ألعاب إلكترونية وغيرها، صفق بالأسواق، معاكسات، مغازلات، ثم سهر على القنوات، ثم نوم، وهكذا. ثم نجد الكثير من التهاون والتفريط في الواجبات الشرعية وارتكاب المحرمات، لدرجة أنه وجد في المسلمين شيء اسمه عبادة الشيطان. يعني هل كان يتصور أن يوجد في المسلمين قوم يعبدون الشيطان؟ هذه القضية أو هؤلاء القوم الذين ظهروا في بعض البلاد العربية عبدة الشيطان، يروجون للعلاقات الشاذة بين الرجال والرجال ويصفون أنفسهم بأنهم أبناء قوم لوط، ويعتبرون الشاعر العربي القديم أبو نواس هو نبيهم، والمهندس الذي أنشأ تلك المجموعة يعتقدون بأنه سيلعب دورا في حماية أتباع الأديان السماوية الثلاثة، يمارسون الطقوس طقوسا منحرفة وحفلات ماجنة في المراكب، ويتعاطفون مع اليهود باعتبارهم أصحاب دين سماوي، وكذلك فإنهم يعتزون بنجمة داود، صلاتهم بالتوجه إلى البحر الميت تبركا بالاستحمام بمائه على أساس أنه يطل على أرض أسلافهم قوم لوط الأولين، يكرهون
الإناث ويعتبرونهن مجرد مواعين للإنجاب، وهكذا البحر الميت قبلتهم. من كان يتصور أيها الإخوة أنه سيوجد في المسلمين مثل هذا؟ ستعود عبادة الشيطان الممارسة بالتلطخ بالقاذورات والنجاسات وهكذا من الطقوس العجيبة الغريبة التي تمارس. ثم يأتي بعض من يعذر هؤلاء ويقول لا تطبق عليهم حد الردة، وهؤلاء لا يعاقبون، وإنما لا بد من رحمته، لا بد من الرأفة بهم، وأنهم شباب طائش، ولذلك فإن هذا الطيش لا بد أن نقابله بالتقبل والرأفة بحال هؤلاء. فإذا قام بعض الذين عندهم غير على الدين بإنكار المنكرات قالوا هؤلاء تطبق فيهم حد الحرابة، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هكذا تقلب الأمور وتعكس القضايا ويطيش الميزان، وكل ذي لب يرى كيف أن هؤلاء وصل بهم الأمر إلى هذه القضية. فلا بيان ولا قيام بحق الله في الدعوة والإنكار، وتفشي لهذه المنكرات حتى تصل إلى عبادة الشيطان. تبلد الإحساس حتى في الغفلة، في الغفلة عن الموت وتذكره وما بعده. ولو سألت بعض الناس ماذا سيكون في القبر لجهل كثيرا مما يكون، وماذا سيكون في الآخرة لا يعرف كثيرا مما يكون، بل تراهم حتى في مواضع التذكر في المقابر يضحكون ويمزحون مع بعضهم، والعزيمة هنا والبرزين، وهكذا تبلد إحساس. والجوالات تعمل بالموسيقى عند القبر، الموسيقى في الجوالات عند القبر، شباب لاهين في الشوارع رافعين الأصوات الموسيقية، يرقصون على الأرصفة، تبرج النساء، تبلد إحساس. لا هم أصحاب المنكر يرتدعون ويخجلون من أنفسهم، ولا من يقوم ويبين حرمة هذا الذي يفعلونه أو ينصحهم. وترى الغفلة في هذا المنصوح، لو نصح شباب لاهين من هؤلاء رافعين المنكر مجاهرين به، نصحهم شخص فيه شيء من الشيء، قالوا نحن شباب يا شايب، يعني ولي عنا، نحن في هذا العمر نعمل نمرح بهذا اللعب، وهذه الأمور محرمة. تبلد إحساس حتى في قضايا النعمة، ناس عندهم أموال، بيوت، أثاث، صحة، خير، عافية، وظائف، عندهم طعام، شراب، لباس، عندهم كماليات، عندهم عندهم أشياء عجيبة في بيوتهم، لكن الحقيقة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من الذين يتأثرون اليوم بسماع القرآن الكريم؟ يتبلد الإحساس عند الكثيرين إذا سمعوا القرآن، وهو عند كثير منهم أصوات من مقرئين ربما يعجبهم لحنها وجمالها في الظاهر، لكن ليس لقلوبهم منها نصيب. قال أبو موسى الأشعري في رسالته إلى قراء البصرة وكلامه معهم لما دخلوا، أرسل إليهم فجاؤوه، دخل عليه 300 منهم قد حفظوا القرآن، قال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من قبلك كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة الحديث. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من صفاتهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يخشعون لذكره وسماع آياته. والأصل في المؤمن التدبر والتفكر والعلم بما أنزل الله والعمل بهذا، أي أمر في الآية، أي نهي فيها. أيها المسلمون، أيها الإخوة، إن حال المسلم ينبغي أن يكون مع كتاب الله اجتماع على تلاوته ومدارسته في مجالس وحلق تنزل عليها السكينة
وتغشاها الرحمة وتحفوها الملائكة. هناك تبلد في الإحساس في قطاعات كثيرة من الناس، تبلد إحساس عند أركان الأسرة. الأب لا يهتم بتربية أولاده ولا بإيقاظهم للصلاة، لا يمنع المنكرات في البيت، تتصل المدرسة على الأب: تعال، ماذا؟ القضية خطيرة، تعال، عندي شغل، اقطع شغلك وتعال، المسألة كبيرة. جاء ما في الأمر؟ لماذا استدعيتموني؟ ماذا تريدون؟ ما هي القضية هذه الخطيرة؟ قالوا: هذا ولدك ضبط في وضع مخل جدا بالدين والأدب والحياء في حمام المدرسة. قال: علشان هذا قطعتم علي شغلي وأتيتم بي؟ وقام وصرخ. أم الإحساس، تبلد الإحساس، لا تقوم على حجاب بناتها، لا تمنع منكرات الحفلات، إحساس الإبن الذي تعود على شلة السوء وسماع الغناء والألعاب المحرمة والمعاصي داخل البيت وخارج البيت، مخدرات وفواحش. حتى بعض الذين هم في سدة التوجيه من معلم ونحوه، كم منهم ينكر المنكرات، كم يعلم منهم، يعلم، يوجه، يربي، يعظ، يقص القصص، يذكر. قليل الذين يبذلون من أوقاتهم في هذا. حتى طلاب تبلد إحساس كثير منهم، لا يفيد ولا يستفيد. حتى رجل الشارع أحياناً تجد ما في تفاعل مع قضايا المسلمين وما يصيبهم من النكبات، وإذا وعظت الواحد فيهم بهذا قال: يا أخي ما لنا ولهم، هؤلاء بعيدون عنا، هؤلاء في بلد بعيدة، ما لنا ولهم. أين مفهوم الأمة الواحدة والجسد الواحد؟ المصائب هذه التي تصيب المسلمين، أليس الذي لا يهتم بأمر المسلمين ناقص الإيمان؟ أليس الذي لا يحزن لما أصاب إخوانه المسلمين من المصائب ناقص الإيمان؟ أين حديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؟ مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جيوش الأعداء في البر والبحر والجو، وكثير من المسلمين نائمون. الخطر يدق الأبواب، وتبلد في الإحساس، ولا كأن شيئا يحدق وأخطار قريبة. لما دخل الصليبيون بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا من نهب وقتل، وقتلوا في بيت المقدس 70,000 في الحملات الصليبية الماضية، وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى بغداد مستغيثين بالسلطان، منهم القاضي أبو السعد الهروي. لما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك وتباكوا. ونظم أبو سعد الهروي كلاماً قرئ في الديوان وعلى المنابر، فارتفع بكاء الناس، وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الناس على الجهاد، ومنهم ابن عقيل خرج مع الفقهاء. فساروا في الناس، الرواية تقول: فلم يفد شيئاً، همم ساقطة، نفوس مغلقة. قال: فساروا في الناس ولم يفد شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويروي ابن تغري بردي أن قائلا قال: يستنهض الهمم ويصف الحال: أحل الكفر بالإسلام ضيما، يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا، ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر، وعيش المسلمين إذن يطيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيب الله ويحكم أجيب. ويضيف ذلك المؤرخ المسلم أن شعراء وخطباء استمروا يستثيرون الهمم ولكن دون نتيجة، ثم علق على ذلك بقوله: والمقصود أن القاضي ورفقته عادوا من بغداد إلى الشام بغير نجدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتقدم لنا المصادر الإسلامية صوراً أقبح من تقاعس
بعض أولئك الذين تولوا مقاليد الأمور في تلك الفترة أمام الفظائع التي ارتكبها غزاة الصليبيين في السواحل الشامية، في القدس وغيرها. وقد جمع أحد الوفود المستنجدة كيساً كبيراً، شوف تبلد الإحساس إذا رأي درجة، إذا وصل مصيبة عظيمة. أحد الوفود المستنجدة من المسلمين جمع كيساً كبيراً مليئاً بقحف الجماجم، جماجم المسلمين، جمعها والتقطها وضعها في كيس، وشعور النساء والأطفال، ونثروها بين أيدي بعض أولئك الرؤساء. فكان جواب السلطان لوزيره: دعني أنا في شيء أهم من هذا، حمامة البلقاء لي 3 أيام لم أرها، وقد كان يلهو بالحمام مولعا به، وكان ذلك شائعا بين الناس. وهذا الخبر موجود في كتاب النجوم الزاهرة. لما دخلت تتر بلاد المسلمين، مصيبة أخرى غير مصيبة الحملات الصليبية، وارتكبوا من المذابح ما لم يسمع به في التاريخ، وذهب الناس يستنجدون برؤوس المسلمين هنا وهناك. وقدم الشيخ محي الدين ابن الجوزي إلى دمشق رسولاً إلى الملك عيسى صاحب دمشق، فقال له: إن التتار قد تغلبت على البلاد وقتلت المسلمين. فقال له: دعني أنا في شيء أهم من ذلك، حمامة البلقاء لي 3 أيام ما رأيتها. وهكذا. ولذلك لما سقطت بلاد المسلمين في الأندلس، لما نقرأ الشعر الذي كتب في وصف ذلك كشعر أبي البقاء الرندي رحمه الله، ستجد فعلا حجم المأساة وتبلد الإحساس الموجود عند بعض المسلمين الذين طلبوا الاستنقاذ ما يمكن إنقاذه ونصرة إخوانهم. يعني هناك أناس أرسلوا بهذه الرسائل الاستنجادات من سواحل الأندلس إلى سواحل المغرب، والمسافة قريبة، يقولون لإخوانهم: هلموا إلينا. لكن المصيبة كبيرة. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللمصائب سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. دهى الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد فهلان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين قرطبة أم أين جيان، وأين حمص. كانوا يسمون مدن في الأندلس على أسماء بلاد الشام. وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وملآن. كذا طليطلة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان. وأين غرناطة دار الجهاد، وكم أسد بها وهم في الحرب عقبان. قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. وعالم كان فيه للجهول هدى مدرس، وله في العلم تبيان. وعابد خاضع لله مبتهل، والدمع منه على الخدين طوفان. وأين مالقة مرسى المراكب، كم أرست بساحتها فلك وغربان. وكم بداخلها من شاعر فطن، وذي فنون له حذق وتبيان. وكم بخارجها من منزه فرج، وجنة حولها نهر وبستان. وأين جارتها الزهرة وقبتها، وأين يا قوم أبطال وفرسان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الإلف هيمان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة. إذا تبلد إحساس الناس، الجمادات لا تتبلد إحساسها. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. على ديار من الإسلام خالية، قد أقفرت ولها بالكفر عمران. تحولت المساجد إلى كنائس، حيث المساجد قد أمست كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان. وسنعود لبعض أبياتها في قضية إذا تبلد الإحساس كيف ينبغي أن تخاطب النفوس. أيها الإخوة،
إن من تبلد الإحساس أيضاً أن تفسر الأشياء التي تجري في الواقع من أحداث وأمور يخلقها الله بتفسيرات طبيعية بحتة. يعني مثلاً الزلازل يكون هذه ارتطام قشرة طبقات الأرض، ما أحد إلا من ندر يقول هل هذا عذاب؟ هل هذا انتقام إلهي؟ كذلك في الأوبئة والأمراض يقولون هذا سببها كذا وفيروس كذا ودخل وفعل وحصل في الخلية وأثر في المناعة. من الذي يفسر ذلك بأنه عقوبة إلهية لأهل الكبائر والمعاصي والبشر لما ابتعدوا عن الشرع؟ بماذا ابتلاهم الله؟ يأتي أحيانا تأتي ريح حمراء، ريح صفراء لا يتفكرون فيها. وعندما تحدث زلازل ويقوم بعض الدعاة بوعظ الناس، يأتي بعض هؤلاء متبلدي الإحساس يقولون تقولون لنا اتقوا الله، نحن ماذا عملنا؟ هذه قشرة أرضية وصفحات صفحات في الأرض ترتطم ببعضها، إيش دخل هذا؟ سبحان الله العظيم، إلى هذه الدرجة إذن وصلت القضية في تبلد الإحساس. ولما يصير الكسوف كاميرات وناس تصور ونظارات تقي من الأشعة، أين أنت؟ ما هذا التبلد إلى هذه الدرجة؟ لماذا؟ لذلك أسباب، منها ضعف الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. لو صح الإيمان بالله واليوم الآخر ما غفل العبد. نظر الحسن البصري إلى أهل زمانه وقد تكالبوا، بعضهم انشغل بالدنيا غفل عن الآخرة، مع أن ذلك زمن فضل وصحة للأمة. قال أمؤمنون بيوم الحساب هؤلاء؟ كلا، كذبوا ومالك يوم الدين. وكذلك فإن ما يصيب هؤلاء في الحقيقة نقص في العقل. ذلك يوم القيامة أهل النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. ثم من أسباب التبلد الإحساس أيها الإخوة طغيان المادة على الناس، حب الدنيا، الانشغال بها، الولوغ في أوديتها، وهكذا صارت القضية مادة في مادة. وحتى إذا صارت القضية المسائل في أمور دينية شرعية تدخل المادة فيها، صار صلة الرحم تقطع لأجل المادة، بر الوالدين ينسى لأجل المادة، إطعام المسكين ينسى، إكرام الضيف ينسى. هناك أشياء كثيرة تحدث من المتغيرات التغيرات في حياة الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن هذه الدنيا تلهي. وبعض الناس أشراط الساعة منها كثرة المال، هكذا ينشغلون بها، ينشغلون. تعس عبد الدينار، لماذا سماه عبد للدينار؟ تعس عبد الدرهم لأنه صار يرضى من أجله ويسخط من أجله، يحب من أجله ويبغض من أجله، يحيى من أجله، يعمل من أجله. عبد الدينار، عبد الدرهم. في ناس عبدوا الوظائف وإنهم يتفانون فيها ويتأخرون فيها وينسون أهليهم ودينهم. حتى الصلاة التهوا عنها بهذا الجري وراء التجارات والصناعات والمساهمات. ولو كان ابن آدم وادياني من ذهب لقال أبغني ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ومتى يملأه؟ عند الموت، إذا أدخل في القبر وأهيل عليه التراب، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ثم ثالثا من أسباب تبلد الإحساس كثرة المعاصي التي انسلخت من كثير من القلوب قبحها واستقباحها، حتى صارت عادة لكثير من العصاة، يحيون عليها، يعيشون من أجلها، وفيها يرتعون، يجتمعون عليها. واحد دخل مستشفى، يعني المريض في العادة يقترب من الله مبتلى، هذا في المستشفى يوزع سجائر
ماريوانا على ويبيع في المستشفى. إذن إذا كان المسألة وصلت إلى هذه الدرجة من استيلاء المعاصي على هؤلاء حتى في وقت الغفلة، وقت الغفلة يعصون، وقت الابتلاء يعصون الله، إذا كان على سرير المستشفى هو الآن يسمع الأغاني ويرى النساء المتبرجات وهو في حال الكربة، ما معنى هذا؟ يعني أي حال وصل إليه هؤلاء هذا الضرب من الناس؟ هل يتوب؟ هل يعافى؟ إذا كان في الوقت الذي يؤمل فيه أن يتوب ويمكن أن يرجع إلى الله هذا حاله، فما هو النهي النتيجة المتوقعة؟ مسألة المجاهرة بالمعصية أيها الإخوة، الآن القضية المعاصي عند كثير من الناس ما صارت مستثرة في البيوت، ما صار يغلق بابه على معصية، يجاهرون بها في الشوارع في الأسواق. يعني النساء المتبرجات هؤلاء، ما التبرج هذا أمام الناس؟ ما هو؟ أليس مجاهرة بالمعصية؟ وهؤلاء الشباب بهذه المناظر العجيبة من التشبه بالكفار وتقليدهم، الذين يعملون المنكرات في الأسواق علانية، إذا كان هو يقترب من البنت في الشارع وفي السوق علانية ويأخذ رقم ويعطي ويتكلم علانية، إذا كان يجلس في المطعم أمام الناس والزوج من وراء الزوجات علانية ووجدت فواحش في مطاعم، ما معنى ذلك؟ معنى أيها الإخوة، تبلد الإحساس المعاصي هذه وصلت لدرجة رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ولذلك فلا بد من الحذر من المعصية ومن التعود على المعصية، لأن التعود عليها مصيبة أكبر من اقترافها لأول مرة. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قضية الطبع والختم هذه مصيبة، يتبلد الإحساس، الواحد بعد ذلك لا يتأثر، لا يرعوي، لا يرجع، لا يتوب، لا يندم، لا يبكي، لا تدمع عينه. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أرأيت توالي الأعواد في الحصير وراء بعض؟ كذلك المعاصي إذا جات على القلب وراء بعض ماذا يحدث؟ إذا قبلها وتشربها نكت سوداء وراء بعض حتى يكون الران الذي ذكره الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيصبح القلب مجخيا مقلوبا، يصبح كالكأس المقلوبة لا يمكن ملؤه بأي شيء مفيد، يصبح مثل الصخرة الصماء لا يقبل شيئا من الخير، يصبح أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك بعض الناس تنصح ويقول وإيش فيها، وكأنك تتكلم عن قضية عادية مثل أكل أو شرب أكلة، مع أنه مقيم على كبيرة من الكبائر. قال النووي إن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه كل معصية، بكل معصية تعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآن عصرنا عصر الإباحية والتعري وكشف العورات في هذه المواقع وهذه القنوات وهذه المجلات، ما هو أثر الإباحية في تبلد الإحساس؟ ودعونا ننتقل لكلام بعض الكفرة في هذا الموضوع لعله يكون عند بعض الناس أوقع. وجد عالم النفس دكتور إدوارد دورنستين من جامعة ويسكنسون بأمريكا بأن الذين يخوضون في الدعارة والإباحية غالباً ما يؤثر ذلك في أنفسهم عدم الاكتراث لمصائب الآخرين وتقبل جرائم الاغتصاب. هو الكافر هذا يلاحظ على قومه الانتشار الإباحية
أن يصير نفوسهم فيها تقبل لجرائم الاغتصاب، مع أن الاغتصاب ظلم واضح، اغتصب يخطف فتاة ويفعل بها الفاحشة، لكن يصير عنده شيء طبيعي. كما وجد عدد من الباحثين بأن مثل هذه الإباحية تورث عدم المبالاة لهذه الجرائم وتحقيرها. وقام الباحث الكندي جيمس شيك بدراسة عدد من الرجال الذين تعرضوا لمصادر مواد إباحية، بعضها مقترفة بالعنف وبعضها لا يخالطه العنف، وكانت نتيجة هذه الدراسة أن الباحث وجد في كلتا الحالتين تأثيراً ملحوظاً في مبادئ وسلوك هؤلاء وتقبلهم بعد ذلك لاستعمال العنف لإشباع غرائزهم. هذا كلام أبحاث علمية من أناس كفار، في رجال تعرضوا لتوالي صور وأفلام مكثفة من المواد الإباحية، فكانت هذه النتيجة. تبلد الإحساس يعني تقبل الجرائم، يعني تصبح الجريمة شيء عادي، ما هي قبيحة، ليست مرفوضة. هنا الخطر أن لا يصبح المنكر مرفوضا، أن لا يصبح المنكر قبيحا. ثم الظلم من أسباب تبلد الإحساس. الواحد إذا صار يظلم الخادم ويظلم العامل ويظلم شريكه ويظلم أخاه، تعود على الظلم، يظلم من تحت يده، تبلد إحساسه. الآن لو جاء واحد قال له: ما تخشى أن يخسف الله بك الأرض؟ ما تخشى أن ينزل الله عليك عذابا؟ ما تخشى أن ينزل أن يأخذ الله روحك؟ إن الله يمهل ولا يمهل. ما في تبلد إحساس في القضية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. المسألة مسألة إمهال ليزدادوا إثما ثم يأخذهم، فإذا أخذهم كان الأخذ أليما شديدا. ألا لعنة الله على الظالمين. قضية إدمان المخدرات وشرب الخمور المنتشرة الآن، هذه ما توجد تبلد في الإحساس. الآن مدمني المخدرات هؤلاء هل عندهم إحساس مثلا بواقع المسلمين والمعاصي وانتشار الفساد وقضية النهوض بالأمة ووجوب النهي عن المنكر والأمر معروف والدعوة إلى الله ونشر؟ هل يحس هؤلاء بمثلا أهمية العلم الشرعي وأهمية الإقبال على الله؟ المسألة هذه إذا انتشرت، إذا صار نسبة كبيرة يتعاطونها، بلى هذا المخدرات بلى عظيم. فالإحساس هذا أي ماذا سيكون حاله؟ ثم من الأسباب أن بعض العبادات تتحول عند الناس إلى بعض الناس إلى عادات وتمر مرورا عاديا جدا، مثل ما يحدث أحيانا نتيجة كثرة معاشرة بعض الأطباء للحالات الطارئة في أقسام الإسعاف والحوادث. فلو جيء له بواحد مقطع قد في النهاية ما يجد أشياء تفاعلات في نفسه، مثل مغسل الأموات، يعني إذا كثر تغسيله للأموات في النهاية، يعني كما يخبرنا بعض يقول في مغسلة الأموات في أحد المستشفيات، يعني في المغسلة يقول يضحكون، يعني هم يغسلون ميت يضحكون ويمزحون، يجيبون نكت ويطلع من الثلاجة. إذا كثر الإمساس قل الإحساس. لذلك لابد الواحد دائما يعمل مراجعة دورية لهذه القضايا التي يمر عليها يوميا وربما يكون له فيها موعظة وعبرة وهو لا يعتبر ولا يستفيد. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان، وفي رواية لم يصبه ذلك البلاء. لو أنت كنت تراه كل يوم، افترض يا أخي واحد في معهد الصم والبكم يدرس مثلا، ولا المعاقين، الناس هؤلاء الذين يعاشرون المعاقين يوميا ربما يصير عندهم تبلد إحساس في قضية نعمة البصر والسمع،
بينما الذي يراها بين فترة وأخرى تحدث في نفسه تفاعلاً فيرى نعمة الله عليه. ولذلك فلا بد من مراجعة للنفس في هذه القضية. وهناك من أسباب تبلد الإحساس أيضاً أعمال آلية. لقد وجد من نتائج بعض الأبحاث العلمية أن الأشخاص الذين يمارسون أعمال ورقية باستمرار أو أعمال متعلقة مثلاً بجهاز الكمبيوتر باستمرار يحصل عندهم شيء من التبلد، وقد يكون هذا التبلد ذهني أكثر من يكون تبلد قلبي، تبلد ذهني. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله أو في كتاب شذرات الذهب في ترجمة أحد أهل العلم ولا داعي لذكر اسمه، قال: نشأ محبا في العلم وحفظ القرآن وعدة مختصرات وتعانى الأدب فمهر فيه. قال ابن حجر عنه: وبالجملة كان عديم النظير في الذكاء وسرعة الإدراك، إلا أنه تبلد ذهنه بكثرة النسخ، يعني ما عاد تنقدح في ذهنه المسائل أو الاستنباطات وتأتي في ذهنه هذه الأشياء بالمهارات هذه، نتيجة أنه دائما كان يتعاطى الكتابة بطريقة النسخ بطريقة معينة آلية، وهذه الأشياء الآلية أحيانا تفقد الذهن طراوته. هذه مسألة قل إنها ربما لا تكون مباشرة في صلب موضوعنا، لكن الإنسان عليه أن يجدد، حتى الذين يمارسون بعض الأعمال الوظيفية أو التجارية لا، إذا استطاع فرصة وجد فرصة أن يجدد فليجدد، لأن ذلك يثري خبرته وتجربته ويحيي ذهنه ويجعله قادم. لكن يا أخوان، عودة إلى موضوعنا، عدم محاسبة النفس من أسباب تبلد الإحساس، طول الأمل وكراهية وعدم التفكر في الموت من ذلك، الأمنيات الزائفة، التسويف، مخالطة البطالين، كثرة الانشغال بالمباحات، عدم الاشتياق إلى الجنة وإلى لقاء الله، اللهو مثلاً، المناصب، الأموال إلى آخره، الألعاب، هذه الألعاب الإلكترونية، صدق بالله أن هذه السوني بلاي ستيشن جعلت عند أولادنا من تبلد الإحساس ما الله به عليم. فعلا صار الولد أصلا إذا خاطبته إذا كلمته كأنه في كرة من زجاج، هو في الداخل أنت في الخارج، فهو بالنسبة له يرى واحد يشير بعينيه وأصابعه كلام، لكن وشفتيه تتحرك، لكن لا يفقه ولا شيء من الأشياء. وربما نحن أطلقنا لهم العنان في أشياء أضرت بهم. ثم من نتيجة تبلد الإحساس أن المنكرات عند بعض الناس تخف شيئا فشيئا. يعني كان بعض الناس يقول الآن، يعني الآن اللي عنده القنوات هذه، قنوات مثلا هذه القنوات المجاورة، إنه هذا يعتبر الآن يعني شيء هذا جيد، بالنظر إلى ماذا؟ إلى ما جاء بعد ذلك من قنوات عربسات. ولما جاءت قنوات عربسات صار واحد يقول إيه هذا ما عنده العربسات، هذا طيب، لأن في واحد عنده الديجيتال. فهكذا كل حال أنسانا ما قبله، وكل ما جاءت قضية بعد قضية صار الذي كان يرتكب هذا المنكر من قبل جيد الآن، جيد بالنسبة للأسوأ منه، وصارت المقارنة بالأسوأ، وهذه قضية لا تنتهي. لأنك الآن لو قلت فلان لا يصلي مع الجماعة قالوا إيه هذا طيب، في ناس ما يصلي الفجر أصلا يعني، وإذا قلت فلان ما يصلي يقول في ناس ما يصلي الصلوات الخمس كلها، وإذا جيت قلت فلان ما يصلي الصلوات الخمس قال لكن لا يعرف الله، في شيوعي ما يعرف الله. فإذا صارت المسألة مقارنات بالأسوأ، وهذا من تبلد الإحساس. ما هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم وما هو حال سلفنا الصالح في هذه القضية؟ كيف كانت قلوبهم حية؟ كيف كانت نفوسهم مقبلة؟ كيف كان عندهم هذا الانتعاش القلبي الإيماني؟ كيف كانوا يحيون هذه الحياة الكريمة؟ كيف كان عندهم إقبال على الله والعبادة والطاعة ومحبة أهل الخير والصلاح والمسارعة في الخيرات والتباطؤ بعد عن المعاصي في المعاصي؟
النبي صلى الله عليه وسلم، شو قلوب الحية، قضية معاكسة لتبلد الإحساس. القلوب الحية إذا رأت مظاهر أو أشياء، حالات، تتفاعل معها. عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. ما حصل يعني أنها رأته يقاطه حتى ظهرت إلها، أبدا، اللهوات. إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. عارض يزول، مطر وسحاب يمطر ويمشي. بل ما هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. إذن كان هذا فزعه عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما، غيم في المدينة النبوية اللي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ومعقل الإيمان، دار الإيمان، عاصمة الإسلام. إذا رأى فيها غيم قال: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. ونحن تمر غيوم وتمر سحب ومرى تراكمات أشياء كثيرة، وربما لا يخطر ببال واحد أصلا أن يفكر من هذه الجهة. وقبل يومين لما جاء يعني تغير لون السماء، قاموا الناس قالوا: هذا كيماوي. تفكر يعني هنا المسألة، يعني قضية الاهتمام بالدنيا بالصحة، لا يكون هذا مضر بالصحة لا سمح الله. طيب والآخرة، يعني ممكن يكون هذا مثلا في شيء من العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حديث أبي بكر قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد. قام مستعجلا فصلى ركعتين فجلي عنها عن الشمس، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. وروى مسلم هذا الرواية، هذه رواية مسلم مهمة هنا في توضيح المقصود وحال النبي عليه الصلاة والسلام. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه. كسفت الشمس ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه. ما معنى ذلك؟ لما صار الكسوف فزع، لأن هذا الكسوف زوال نور الشمس متى يكون؟ إذا الشمس كورت، يعني يوم القيامة لفت وذهب نورها وضوءها. وهذا الكسوف تذكير بيوم القيامة. وأصحاب القلوب الحية أدنى تذكير عندهم بيوم القيامة، أدنى مناسبة عندهم شيء كبير. فقام إلى المسجد. إيش معنى أخطأ بدرع؟ يعني من همه بالموضوع وسرعته وذهابه للمسجد أخطأ وأخذ درع بعض أهله سهوا، يعني أخذ حجاب المرأة من الاستعجال، أخذ حجاب زوجته فأدرك بردائه، لحقه واحد بردائه. يعني بدل ما يأخذ الرداء أخذ الدرع المرأة. لاشتغال قلبه بأمر الكسوف فوات الطاعات كيف كان عندهم. يعني واحدة فاتت تكبيرة الإحرام مثلا من السلف، كان يعز عليها. قال حاتم الأصم: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولما مات لي ولد، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000. إذن هو تأسف الآن، تأسف أن الناس يعني يعزون على الأمور الدنيوية ولا يعزون على فوات الدين. يقول: الولد ممكن يعزيني عليه 10,000، المعارف كثر جدا، طلابه كثروا، وفوات ركعة تكبيرة الإحرام. ولذلك
كانوا يشتاقون للطاعة، حتى العصاة منهم في ذلك الوقت، وقت عافية الأمة في الأول، حتى العاصي بالرغم من معصيته يشتاق للطاعة، يشتاق للطاعة. هذا أبو محجن كان شجاع فارس، لكن ابتلي بالخمر، فأتي به إلى سعد بن أبي وقاص، وكان في وقت المعركة، فأمر به إلى القيد يقيد. الآن وقت معركة، يصعب الآن إقامة حدود في وقت المعركة، قال يسجن، يحبس، جاي سكران يحبس. لما التقى المسلمون والفرس، قال أبو محجن وينظر من بعيد، من بيت سعد، من ينظر إلى مكان المعركة، قال: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. كفى حزنا أن الخيل الآن تعدو في ميدان المعركة وأنا مشدود الوثاق. فقال لامرأة سعد: أطلقيني ولك والله علي، إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت استرعتم مني. فحلته حتى التقى الناس، وكان بسعد جراحة، سعد رضي الله عنه يراقب المعركة مجروح جريح، وصعدوا به من فوق ليشرف على الناس ويتابع سير المعركة. فوثب أبو محجن على فرس لسعد، وسعد لا يدري، يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمه، وجعل الناس يقولون: هذا ملك، لما يرونه يصنع. وجعل سعد يقول: الصبر صبر البلقاء، هذه ناقتي التي أنا أعرفها، هذه دابتي التي أعرفها صابرة في المعركة، والطعن طعن أبي محجن. استغرب، الصبر صبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد، كيف هذا؟ يا أخوان، هنا في بعض السيارات مغلقة، وهذا الأخ يضرب لأجل هذا، فرجاء من أغلق سيارته أن يزيلها. ثم إن سعدا رضي الله عنه لما انتهت المعركة، طبعا هزم العدو، أبو محجن رجع حسب الوعد ووضع رجله في القيد، فاستفسر، سأل سعد، فأخبرته امرأته بما كان، فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم، فخلوا سبيله. قال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، أما إذ بهرجتني فلا والله لا أشربها أبدا. يعني كنت من أول إذا شربتها جلدتموني، والحد كفارة، والآن تقول أنت لن تعاقبني، إذن يعني كيف التطهير؟ فلا والله لا أشربها أبدا. وهكذا عبد الله بن مسعود رب تلاميذ، كان من تلاميذه شخص يقال له الربيع بن خثيم رحمه الله، هذا من كبار المحدثين العلماء الفقهاء العباد الزهاد أهل الورع والخشية. لما مروا تلاميذ بن مسعود مع ابن مسعود، مروا على من؟ على حداد، والحداد عنده فر النار لكي يدخل فيه هذا الحديد الخام ليزيل الشوائب، فجعل عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط مما تذكر من عذاب الله. ثم أتوا على تنور على شاطئ الفرات، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه، أنا إذا مرينا على خباز ورأينا فرن مثلا وفي نار في الفرن، ما هي الموعظة من الموضوع، وما هي الفكرة التي ستأتي في نفوسنا؟ عبد الله لما مر على فرن الخباز والتنور الفرن النار فيه تلتهب، قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فصعق الربيع فاحتملناه فجئنا به إلى أهله، يعني مريضا مريضا. وهكذا
لما مر على الحدادين ونظر إلى كير وصعق، قال الأعمش: فمررت بالحدادين لأتشبه به فلم يكن عندي خير. يعني ما حصل في نفسي، ما أثر علي مثل ما أثر عليه. والله تعالى يقول عن نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. المسافرين طيب يستفيدون من النار، والنار ماذا أيضا؟ نار الدنيا هذه نحن جعلناها إيش؟ نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة. ما معنى تذكرة؟ يعني تذكر بنار الآخرة. يعني المفترض نحن إذا رأينا نار الدنيا أن نقول في أنفسنا: كيف نار الآخرة؟ وهكذا كانوا حتى بعض الأطفال، بعض الأطفال في عهد السلف، طفل من أطفالهم رأى أهله، طفل من أطفالهم رأى أهله يوقدون نارا للطعام حطب، فلما نظر إليها جعل يبكي، فقالوا له: لماذا تبكي؟ قال: وجدتكم تبدأون بصغار الحطب قبل كباره. شوف الفكرة فيها، يعني هذا مستوى طفل. يعني قال: وجدتكم تبدأون بصغار الحطب قبل كباره. يعني يقول: يعني يمكن أنا يوم القيامة إذا مت، يعني يمكن أنا يبدأ بي صغار قبل الكبار، مثل حطب الدنيا. أليس نارا وقودها الناس والحجارة؟ ناس الذي عنده يقظة يا أخوان، غير تفكر تفكيره تماما، غير الذي عنده تبلد إحساس. تبلد إحساس هذا يعني شيء بعيد تماما عن الموضوع، ولا يفكر في أمور مثل هذه. كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج يتململ على فراشه، ما يجي ينوم. يعني لما يأتي ينام يكون في شيء من الإنارة في الغرفة. لماذا؟ قال: إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. إذا ما في نور أبدا في الغرفة أنا ما يجيني النوم. قالت زوجته: لماذا؟ قال: إذا تذكرت ظلمة القبر ما يجيني النوم، لأن الظلمة هذه تذكره بالقبر. إذن وقال عمر بن ميمون: خرجت بأبي أقوده إلى منزل الحسن يريد لقاءه، لما خرج الحسن اعتنق، قال ميمون: يا أبا سعيد، أبو سعيد كنية الحسن، إني قد أنست من قلبي غلظة، يعني لين قلبي بشيء. فقرأ الحسن: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. النعيم اللي مر بهم في الدنيا هذا ماذا أغنى عنهم؟ فسقط ميمون بن مهران مغشيا عليه، ثم أخذت بيدي أبي فخرجت، فقلت: أبتي، هذا هو الحسن؟ يذكرون عن الحسن والحسن. قال: نعم. قلت: قد كنت أحسب في نفسي أنه أكبر من هذا، يعني ما إيش سمعنا من الحسن، يعني ثلاث آيات يعني. قال: فوكز في صدري وكزة، ثم قال: يا بني، لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لألفيت لها فيه كلوما، يعني جراح. لو فهمت الآية مضبوط لصار جراح عندك في القلب. ولذلك فإنهم كانوا في التفكر يأخذون وقتا طويلا. يوسف بن أسباط يقول: قال لي سفيان بعد العشاء: ناول المطهرة، أتوضأ؟ فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده، فبقي مفكرا ونمت، ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت: هذا الفجر قد طلع. قال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الساعة، يعني في قيام القيامة والأهوال التي ستكون يوم القيامة وهكذا. كانوا جالسين عند سفيان الثوري
وانطفأ السراج، واستمر فترة إلى أن أشعلوا مرة أخرى، فوجدوا سفيان يبكي. قالوا: ما لك؟ قال: تذكرت القبر وظلمته. وهذا من كثرة تفكرهم وتذكرهم لله عز وجل. حتى قضية هذه قصة معاصرة، هذه قصة في هذا الزمن عن عجوز من المسلمين. قرر الأطباء بعد فحصها أن فيها حصى في المرارة، ولا بد من عملية لتفتيت الحصى، والمرأة لا تريد عملية العجوز. فذهبت إلى مكة، وفي الحرم أخذت كوبا من ماء زمزم وقرأت فيه سورة الفاتحة وشربته. من يقينها أذهب الله الحصى. لما رجعوا، طبعا كيف عرفوا أنه ذهب الحصى؟ جاء موعد الفحص، الموعد في المستشفى، عملوا صور الأشعة، ما في حصى. فدهش الأطباء، كيف الصور السابقة فيها حصى، الصورة هذه ما فيها حصى، كيف هذا؟ قالوا لها: ماذا فعلت؟ قال: ماذا فعلت؟ أخذت كوب، قرأت سورة الفاتحة، شربت. قالوا: يعني ممكن تصل للدرجة هذه؟ قالت: هذا كلام الله الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف لا يفتت مثل هذه الحصيات؟ هذا يا إخواني يدل الناس الذين عندهم تفكر تصرفاتهم تختلف، أوضاعهم تختلف، أحوالهم تختلف، قلوبهم تختلف، سلوكهم يختلف. ولذلك الإنسان فعلا يقارن حاله بالجمادات. طيب الآن لو أنس في نفسه قلبه تبلد إحساس، طيب أليس الحجر كان يسلم بمكة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليك يا رسول الله؟ أليس أحد جبل يحبنا ونحبه؟ أليست النملة في جحرها والحوت وكل الكائنات والحيوانات والبهائم تدعو لمن يعلم الناس الخير؟ أليس الشجر والدواب استريحان من موت الفاجر؟ أليس نوع من أليس الشجر والحجر إذا صارت المعركة بين المسلمين واليهود في زمن عيسى عليه السلام سيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعال، هذا يهودي ورائي، اقتله. أليس الله قال: وإن منها عن الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله؟ أنت فكر الآن، بعض الناس إذا قلت له حجارة تهبط من الجبل قال: إيه. وقال إسحاق نيوتن. يا فك، طيب ما في عندك يعني قوانين الجاذبية يفسرون الأشياء بالقوانين الطبيعة العادية؟ طيب عندك آية في سورة البقرة لما الله ذكر قسوة قلوب بني إسرائيل، أراهم آيات بينات، بقرة تذبح، ميت يضرب بميت، ويحيى الميت بإذن الله، اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني من بعد ما أراكم المعجزات والآيات والبراهين، قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو يعني بل أشد قسوة. وإن من الحجارة، يعني ما في منفعة للناس، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني يسيل لكن دون النهر التدفق، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني حجارة نزلت الحجارة تتدحرج من الجبل، هذا ما هو فقط قوانين إسحاق نيوتن، هذه قضية. ولما يهبط من خشية الله، من خشية الله، أليس كل شيء في الكون يسبح الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ الصحابة ما سمعوا تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، البهائم تفهم ترى أكثر من بعض الناس. سفينة، من هو سفينة؟ خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان في بعض الأسفار حمل متاعا كثيرا فسماها النبي عليه الصلاة والسلام سفينة لحمله هذا المتاع الكثير. هذا سفينة جاء في قصة سندها صحيح
مر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، راح في رحلة بحرية، انكسرت سفينته، تعلق بلوح من ألواحها حتى طرحه الموج على جزيرة، مكان في غابة، ساحل في غابة، فيه أجمة أجمة أشجار ملتفة، دخل فيها، فيها أسد. قال: فأقبل إلي يريدني. واحد طالع من أمواج، يعني كيف تكون حالته؟ هل يستطيع الهرب؟ فأقبل إلي يريدني، فقلت: يا أبا الحارث، كنية الأسد عند العرب، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرفك بنفسي، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ رأسه وأقبل إلي يدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووقفني على الطريق، دل على الطريق، ثم همهم، فظننت أنه يودعني، وكان ذلك آخر عهدي به. رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ورواه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي. إذا كان البهائم تفهم، الكفار هؤلاء ماذا يفهمون اليوم؟ ماذا يفهم الكفار اليوم؟ ولذلك لابد أن نفكر كثيرا وليس قليلا أيها الإخوة بإحياء نفوسنا، إحياء القلوب، في عقوبات على تبلد الإحساس. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وكثروا، عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء. شوف الآن بعض الناس يقولون عندنا ملايين، طيب أبوك وجدك، يقول هذا جدي كان من زمان، صح أكلوا الميت، لكن الآن نحن. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني في حال الغفلة يأتيهم العذاب، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في عقوبات بالطمس على الأموال وعلى القلوب. ولذلك قال موسى يدعو على فرعون وقومه: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونحن يقول اليوم: اللهم اطمس على دول الصليب واشدد على قلوبهم واطمس على أموالهم حتى يروا العذاب الأليم. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل على قلوب بعض الناس أكنة تغلف تغليف تغليف، تصفح تصفيح، ولذلك من يهديه من بعد الله؟ أبدا لا يوجد أمل. والإنسان عليه أن يتلمس، يتلمس الخطورة، يتلمسها، يحس بها. هذا الشاعر في عهد بني أمية، لما كان دعاة بني العباس ينتشرون بالناس وبني بعض بني أمية غافلين لاهين، قال: أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الشر ينتجه الكلام، أقول من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام. ولم يكونوا يدرون عما يدبر لهم بالليل. وبعض المسلمين اليوم في غفلة تامة عما يدبر لهم بالليل والنهار. ونحن ينبغي علينا أن نعالج نفوسنا في هذه القضية لإذهاب تبلد الإحساس بأمور كثيرة، ومن ذلك احتساب الأجر في الأعمال، احتساب الأجر في الأعمال. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ما تجعل في فيه امرأتك فاحتسب الأجر يا أخي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وينبغي أن يستحضر النية في جميع العبادات، فينوي مثلا الوضوء وأنه توضأ لله امتثالا لأمر الله، فهذه ثلاثة أشياء: نية العبادة يؤجر عليها، اثنين نية أن تكون لله، ثلاثة نية أنه قام بها امتثالا لأمر الله، فهذا أكمل شيء في النية، فهذا أكمل شيء في النية. كذلك التوبة
لعلها تزيل تبلد الإحساس. إن الله يحب التوابين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. التوبة سبب نور القلب، ومحو أثر الذنب، واستجلاب محبة الرب، وإغاثة الله للتائبين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. التوبة أول صفات المؤمنين، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآية. ثم نتدبر القرآن العظيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما تستطيع تتدبر إلا بمعرفة التفسير. وإذا قلت التفاسير طويلة، خذ تفسيرا مختصرا على الأقل في معاني كلمات الآية لكي تستطيع أن تتدبر. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. 10 آيات آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه قضية ثالثة مهمة جدا لكي تزيل التبلد وتحيي القلب، التفكر في السماوات والأرض. هذه السماوات التي رفعها الله عز وجل بغير عمد ترونها، وهذه النجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين، وتهتدون بها في ظلمات البر والبحر وفي الاتجاهات للعبادة. ثم لا بد أن نعتني بالمواعظ لنوقظ هذا الإحساس. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الموعظة حتى للمنافقين، قال الله لنبيه: عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الموعظة التي ينبغي أن تكون بالأسلوب المؤثر، إنها بالآيات والأحاديث وليست بالكلام، كلام البشر فقط. إنها موعظة تحيي النفوس. لكن بعض الناس سبحان الله ممكن يسمع الموعظة يتأثر لحظيا، وإذا غادر المكان رجع إلى ما كان. لماذا؟ قال ابن الجوزي يعلل: المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم إلا عند وقوعها، أما بعد الانقضاء يذهب الألم. وهكذا يجب أن تكون الموعظة لها أثر لما بعدها، يعني اتعظنا وخرجنا عملنا. ثم كذلك الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله به من الهم والغم. فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فإن الجهاد باب في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. حديث صحيح. وكذلك الرحلة في طلب العلم، لقاء العلماء، لقاء طلبة العلم، هذه الرحلات العلمية فيها تغيير وفيها مفاجآت وفيها إذهاب لتبلد الإحساس. رحلات الطاعة عموما، يعني رحلة الحج، ترى رحلة الحج تذهب تبلد الإحساس. رحلات العمرة، رحلات طلب العلم، رحلات صلة الرحم. قيل لأحمد رحمه الله: رجل يطلب العلم، يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأنصار فيشام الناس ويتعلم منهم. ومعناه يعني ينظر ما عندهم. قيل لأحمد: أيرحل الرجل في طلب العلم؟ قال: بلى شديدا، بلى والله شديدا، يرحل رحلة طويلة. ولذلك قال يحيى بن معين: 4 لا تؤنس منهم رشدا: رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. طبعا كانت الرحلة مهمة جدا في جمع الحديث، الآن جمع في كتب وفي هذه الأسطوانات المدمجة، لكن من الذي يقرأ؟ وأنشد السمعاني رحمه الله لأبي عبد الله المراغي الشافعي: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة. إذا رأيت الشباب ما في كتابة وما معهم من أوراق والأقلام يذهبون بها للمحاضرات والدروس ويرحلون في طلب العلم،
إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فذرهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. إذن لابد من محبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، شعار العلماء، مع المحبرة إلى المقبرة. يحضرون في الدروس، يكتبون الفوائد ويراجعون ويحفظون ويسافرون، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. لكن الأسفار الآن إلى أين؟ قال راح دبي. وماذا يعمل هناك؟ اطلب العلم. أيها الإخوة، الآن إعلانات ملونة ودورات علمية وحافلات تنقل وعشاء بوفيه بعد الدرس ومسابقات وجوائز واستراعة في الوسط، ثم حضور أحياناً قليل. كم حصلوا من العلم الذي أخذوه؟ أحياناً يكون قليلاً. إذن ينبغي أن نحيي الهمم في هذه المسألة، وأن يكون عندنا محاسبة للنفس، نحاسب أنفسنا وانتباه. المحاسبة تتذكر يعني ماذا قمت من حق الله، ماذا قمت من حق الوالدين وحق الناس والجيران والأرحام. حاسب نفسك، كم آية حفظت، كم حديثا قرأت، كم مسألة علمية تعلمت جديدة مثلا اليوم، كم مسألة علمية تعلمت، كم ركعة ركعت، كم هل قرأت وردك من القرآن. اسأل نفسك. ثم الانتباه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني الإنسان يقع في معاصي، بشر يخطئ، لكن إذا وقع تذكر. هذا الفرق بين معصية المؤمن ومعصية الفاسق الفاجر الكافر أو الكافر. أولئك إذا عصوا ما تذكروا، المؤمن إذا عصى تذكر فرجع. وكذلك النعم التي عندنا يجب أن تكون بالنسبة لنا مستعملة في الطاعة، وليس أن تطغينا واجعلنا تبلد إحساس. الواحد عنده سيارة وجوال وأثاث وبيت وشاشات، طيب يا أخي فكر في نفسك. هذه النعمة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيامة ويحمل. فكر في الصحة. الآن أنت شباب، الآن اعتدال وصحة، غدا إذا أردت أن تقوم، إذا أردت أن ترفع رجلك درجة السلم مجهود، وربما يحتاج إلى حمل، ما يستطيع يطلع الدرج، والآن يقفزون كل 3-4 درجات مع بعض. لكن إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فكر. ثم نكثر من ذكر الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. يقول سعيد بن جبير: لو فارق الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. أنا ما أستطيع أعيش من غير تذكر الموت. لماذا قيل القيام للجنازة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمرهم أن يقوموا للجنازة؟ لماذا قال يعني إذا رأيتم الجنازة فقوموا؟ الحديث قيل في بعض الطرق: إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، وفي رواية: إعظاما لله الذي يقبض الأرواح، وفي رواية: إنما قمنا للملائكة. قال الحافظ ابن حجر: لا تنافي بين هذه التعليلات، لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمر الله، وهم الملائكة الذين يقبضون الأرواح. ملك الموت له أعوان. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وسئل عمن يرى الجنازة في المسجد إذا جيء بها هل يقوم؟ قال: ظاهر الحديث العموم، فهو إذن مستحب، ومن تركه فلا حرج، لأن القيام لها سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد أخرى، فدل ذلك على عدم الوجوب. من الأشياء المهمة أيضا أن تكون أسماعنا وأبصارنا مرتبطة بقلوبنا. ومعنى ذلك على سبيل المثال: إذا سمعتم صياح الديكة، خلاص ممكن واحد يسمع صياح الديك، إيش فيه؟ ديك يبيض، ديك
ديك، فكر في الديك هذا، فكر. إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. يعني أصحاب القلوب الحية إذا سمعوا أصوات مثل هذه البهائم، ليس القضية أنها لا تعني عندهم، تعني عندهم شيئا كثيرا، وفي أذكار لها، أصلا أذكار تدور مع الإنسان. إذا الإنسان جرح مسته النار، ألم حرق، سقط، تعثر، ماذا يقول المسلم؟ بسم الله، لسعه شيء، أو أول شيء بسم الله قبل أن يقول قبل أن يصرخ بسم الله، هذه صرخته أصلا. ولذلك لما أصيب طلحة في يده قال حسي، كلمة تقولها العرب للألم، قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد ترك الكلام وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم قال إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، صححه في صحيح الأدب المفرد موقوفا عليه. ثم لا بد يكون عندنا دعاء لله، حديث إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني الحديث هذا هو يحثنا على هذا، ونحن نقول اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. الصحابة معاذ يقول لصاحبه تعال بنا اجلس نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، هذه من تبلد الإحساس. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. إذا واحد قام في الليل صلى بعشر آيات، عشر آيات، أول شيء نفى عن نفسه الغفلة وتبلد الإحساس. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي أصحاب الأجور العظيمة. ثم زيارة المقابر لأنها تذكر الآخرة. سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن حكم اصطحاب بعض الغافلين، يعني لو أخذنا بعض الشباب مثلا إلى المقبرة في الدعوة والتأثير عليهم، قال الشيخ ليس في ذلك مانع وذلك حسن، وجزاهم الله خيرا هؤلاء الذين يصطحبون بعض الغافلين لزيارة المقابر. قال وهو من التعاون على البر والتقوى. ثم ينبغي أن ندرك يا أخوان حجم المأساة التي تعيشها الأمة، في ناس بالرغم من كل المصائب العظيمة ما عنده أي انفعال ولا تصرف، ما في ردة فعل إطلاقا، لأنه لا يحس. إذا كان وما لجرح بميت إيلام، مهما وخزت فيه إذا كان ميت ماذا تنفع الوخزة إذا كان ليس هناك إحساس ولا شعور. ولما الواحد يرى مثلا هجوم أعداء الإسلام علينا، هجوم أعداء الإسلام الآن على المسلمين، يعني ماذا يقولون؟ يقولون عن نبينا إرهابي، والقرآن كتاب إرهاب، والإسلام دين إرهاب، الآن يقولون هذا علنا ويصرحون به في وسائلهم. طيب كل هذا الهجوم على الدين ما أنشأ عندنا غيرة مثلا، تحركا للدفاع عنه؟ هذا جيري في برنامج 60 دقيقة يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه إرهابي، وقال هذا كان رجلا عنيفا، رجل حرب، وإلى آخره. وبات روبرتسون هذا القائد اليميني المتطرف، أصلا كلهم متطرفين، فيهم معتدل يعني على الجادة أو على الوسط، إساءات بالغة في قناة فوكس في 18 سبتمبر الماضي يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجرد متطرف ذو عيون متوحشة هكذا، ويقول عنه يصفه سارق قاطع طريق. هذا لا بد من قتله، لأن من يسب نبينا صلى الله عليه وسلم لا. الإنسان إذا رأى المسلم أن الدين هكذا يعمل به، كيف يجب أن تتحرك؟ ماذا يجب أن يتحرك في نفسه؟ أنت لو كنت غير قادر على عمل شيء، الله يثيبك على نيتك وعلى إحساسك هذا يا أخي، يعني الأحاسيس هذه عليها أجر.
عليها أجر إذا نحن حزنا لما أصاب المسلمين وفرحنا إذا انتصر المسلمون، هذا الفرح والحزن نؤجر عليه. أما أننا يعني نمكث هكذا بلا شيء، فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بندينا؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا؟ إذا كان يمكن أن نعمل لابد أن نعمل، وهناك مجال كبير للعمل للإسلام. الدعوة باب مفتوح، يا أيها المدثر قم فأنذر، ولوا إلى قوم منذرين. أين الإنذار؟ ما يمكن يعني نكلم أحد، ما عندنا جيران أصحاب أصدقاء أقارب يحتاجون إلى الدعوة، ماذا بذلنا معهم؟ لكن أصحاب الهمم في الدعوة قالوا صعد الناس إلى القمر، قال والله لو سكنوا في القمر واستطعنا أن نرسل إليهم دعاة لأرسلنا إليهم دعاة للقمر. قالوا برج بيزا هذا على وشك أن يسقط، برج بيكبن في ميلان، قال أنا أتأسف أنا مؤذن، أنا كنت أنا في نيتي أننا إذا دخلنا تلك البلاد أن أؤذن فوق البرج هذا. هناك ناس يعني مشاعرهم من الداخل مع الدين، مع الدين يؤملون أن يفتحوا تلك البلاد وأن يرفعوا فيها ذكر الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز، لكن المسألة تحتاج إلى عمل. وإذا سمع الواحد التنصير ماذا ينفق عليه وكذا مليار في السنة الفلانية وميزانيات ضخمة، يعني لابد أن يكون في المقابل هناك انفعال لأن تعمل لهذا الدين. عام 99 فاقت ميزانية التنصير 200 مليار دولار، وأشياء تحدث كثيرة من المؤتمرات والجهود العظيمة. ثم المسألة الآن في هذا الخضم من الهجمة الشرسة على الإسلام وبلاد الإسلام وأهل الإسلام، نرجع إلى تلك الأبيات التي قالها ذلك الرجل في الغافلين الذين تبلد إحساسهم: يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان، وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرأة أوطان، تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طويل الدهر نسيان، يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام الليل نيران، وراتعين وراء النهر في دعة. فكر فيها، وراتعين، شوف صاحب المصيبة يخاطب إخوانه المسلمين وراء الضفة الأخرى: وراتعين وراء النهر في دعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان، أعندكم نبأ من أمر أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان، كم يستغيث صناديد الرجال وهم أسرى وقتلى فلا يهتز إنسان، فلا يهتز إنسان، ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان، يا من لنصرة قوم قسموا فرقا سطى عليهم بها كفر وطغيان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في قيود الكفر عبدان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان، ولو رأيت بكاهم، المسلمون أبنائهم يباعون، بناتهم يباعون عبيد عند النصارى، ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان، يا رب طفل وأم حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة مثل حسن الشمس، مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان، هل للجهاد بها من طالب، فلقد تزخرفت جنة المأوى لها شان، وأشرف الحور والولدان من غرف فازت ورب بهذا الخير شجعان. ثم الصلاة على المختار من مضر، ما هب ريح الصبا واهتز أغصان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.